السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أدى صباح اليوم المسلمون التشاديون كغيرهم من المسلمين الأمة الإسلامية صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير للملك فيصل بالعاصمة أنجمينة، بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو وأعضاء الحكومة وكبار الشخصيات الاعتبارية بالدولة وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وقد أمى المصلين إمام وخطيب الجامع الكبير للملك فيصل الشيخ أحمد النور محمد الحلو، الذي تناول أثناء خطبته مختلف المواضيع التي تعرقل سير العملية التنموية في البلاد، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة التي طرأت بسبب تدني ثمن البترول في الأسواق العالمية على حد قوله. تقرير عبد الله هارون برمة. المسلمين التشاديين كغيرهم من الأمة الإسلامية صلوا صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير للملك فيصل، وذلك بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو وأعضاء الحكومة وكبار الشخصيات الاعتبارية بالدولة، حيث كان في استقباله فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وقد عم المصلين إمام وخطيب المسجد الكبير أحمد النور محمد الحلو، والذي تناول أثناء خطبته مختلف المواضيع خاصة التي تؤرقل سير العملية التنموية بالبلاد، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة التي طرأت بسبب تدني أسعار البترول في السوق العالمي، وكذا العمليات الإرهابية التي تتستر خلف الإسلام والإسلام منها بريء. جيل الذي حمل رسالة الرحمة الخالدة بعده للعالمين، كان هذا الجيل بتضحيته وأخلاقه وشجاعته ونشاطه نقل الإسلام من تلك الجزيرة لكي يستقر في جميع ربوع الأرض لتسعد البشرية به، ولا زال الإسلام ينتشر برحمته مادة وعددا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. يشير هذا العيد السعيد الذي نحتفل به الآن إلى خلق كريم أصله نبي الإسلام في كيان الأمة، وهو خلق لا بد منه لتكوين كل أمة وإنجاح كل عمل، وهو خلق الصبر والمصابرة. فمن الضروري نشر الوعي الثقافي حول معرفة أصول الإسلام، بحيث أن الدين الإسلامي هو دين السلام والوئام والتعايش السلمي. وبعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، مباشرة شهد القصر الرئاسي مناسبة تقديم التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو، حيث بدأت المناسبة بلقاء فخامة رئيس الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن ثم فقد قدمت التهاني لرئيس الجمهورية من كبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي فضلا عن المدعوين. تقرير محمد حسن آدم. بمناسبة الاحتفال بإيد الأضحى المبارك، وفي إطار تقديم التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، جاء اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، والذي قدم رئيسه الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر كلمة تطرق فيها إلى الحالة الاجتماعية والدينية بالبلاد، وكذا دور المجلس في استتباب السلام والوحدة الوطنية، مضيفا بأنه في الآونة الأخيرة بدأت تشهد البلاد ظاهرة جديدة تتمثل في بناء المساجد بصورة عشوائية وغير مرخصة من الجهات المختصة. الآن هناك ثورة المساجد كما ذكرنا، هي صورة وصورة مساجد، لكن هي عششة عش وغابة يتخرج منها ما ابتلي به العالم الإسلامي اليوم. المؤسف بعض المسؤولين في الولايات شال القرنبوب حق الفقر ولبسه. تساءلنا لماذا؟ هل هذا من تخصصكم أم أنتم منتميين لتلك المدرسة وصرتم منحازين واستغليتم المكان والمكانة؟ وهذا وطنيا
ما بجوز. إذن نحن نعاني نتحمل مسؤوليتنا أمامك وأمام الله وأمام الشعب سلبا وإيجابا في مسؤولية الدين، لكن أصبحنا مكتوفين، أصبحنا من بعض الإداريين في هذه البلد أعاق العمل. بدل هم يساعدوننا، وأنا أقول البعض 1%، بدل يساعدوننا في هذا العمل بل هم صاروا يحموا، بل يكون الظهير ويكون معين لهذه العششة ولهذه القششة التي يخرج منها هذا الأمر. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في مداخلته أشاد بجهود رجال الدين الإسلامي ودورهم الفائل ومشاركتهم في تعزيز التعايش السلمي، كما أكد وقوفه الدائم بجانب المجلس الأعلى باعتباره المؤسسة الرسمية التي تمثل المسلمين بالبلاد. هذا وفي سياق متصل، فقد شهدت المناسبة تقديم التهاني لرئيس الجمهورية من قبل كبار الشخصيات بالدولة، بدءا بمآل رئيس الوزراء باداكي ألبير ورئيس الجمعية الوطنية ورؤساء المؤسسات الكبرى بالدولة، إلى جانب أعضاء الحكومة والبرلمانيين والسلك الدبلوماسي وضباط الصف بالجيش الوطني التشادي، فضلا عن رؤساء الأحزاب السياسية وعمد البلديات والدوائر. واختتمت المناسبة بتناول المرطبات وتقاسم اللهجات السعيدة المليئة بالبهجة والسرور. وبهذه المناسبة قدم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خطابا أشاد من خلاله بدور أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تعزيز وتعميق التعايش السلمي واستدباب الأمن والاستقرار. نتابع جزء من خطاب رئيس الجمهورية بترجمة زميل أحمد إبراهيم. أود في البداية أن أعرب لكم عن الشكر والامتنان لتهاني السلام والصحة والسعادة التي قدمتموها لشخصية المتواضعة ولأسرتي وللحكومة وللأمة التشادية بأكملها. وفي المقابل أود أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب التمنيات والتبريكات، داعياً المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى أسركم الكريمة بوافر الصحة والسعادة والرحمة والبركة. اليوم في هذا الصباح في خطبة الإمام في صلاة العيد لقد ركز في نقاط 3 أساسية، ألا وهي: أولا الحالة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا التشاد، وثانيا الوضع الذي كنا نتوقعه ألا وهو الذي يوم في يوم ما سيؤدي إلى عرقلة وزعزعة وضرر في بلادنا. الحمد لله وبفضل الله عز وجل لقد كنا متوقعنا ونحن في هذا الظرف، قد توقعنا أن لديكم المقدرة، الله سبحانه وتعالى ساعدكم في هذا الحظ أن كل الديانات مسؤولين الدينين المسلمين والكاثوليك والبروتستان قد اجتمعوا وتحاوروا ما بينهم وأصبحوا أخوة في أخوة ما بينهم. وهذا الأمر وحيد من نوعه، فريد من نوعه الموجز نموذج وفريد من نوعه. كل الدول الآن تبحث أن تجتاز هذا الطريق وتجتاز هذه المهمة التي وكلتم بها وقمتم بها من أجل الاستقرار والسلام والتعايش السلمي والأخوة بين الديانات في تشاد. فالسيد الرئيس يقول إن الأزمة الاقتصادية والمالية ليست أمر فقط في تشاد فقط، لكن إنه ظاهرة عالمية وكل العالم يعيشها، لكن إن الحكومة قد بذلت كل الجهود. والسيد الرئيس يقول إن شاء الله بإذن الله بفضل الله سنخرج من هذه الأزمة في 2017 إن شاء الله. إن تشاد هي دولة إلمانية فعلا، لكنها دولة واحدة ولا تتجزأ. تشاد لايك مستمب إتن ريبوبليك إنديفيزيبل. كما شدد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في خطابه بضرورة مكافحة جميع العمليات التخريبية ودحر الإرهاب وكل ما يعرقل سير العملية التنموية،
نتابع مرة أخرى جزء من خطاب رئيس الجمهورية بترجمة الزميل أحمد إبراهيم. Si en 1991, un an simplement après notre arrivée au pouvoir, nous avons mis en place le Conseil supérieur des affaires islamiques. إذا كان في عام 1991 سنة واحدة فقط بعد وصولنا في زمام السلطة قد كوننا وأسسنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فهو من أجل تفادي كل هؤلاء المصائب من أجل تفادي هؤلاء القلاب الضالة والذين لديهم أجندة خارجية حتى لا يأتون ويزعزعون استقرار بلادنا إنه من مسؤوليتكم لكنها أولا هي مسؤوليتي أنا شخصيا لكن وكلفتكم بهذه المسؤولية ليس هناك لن نقبل أن عجلة ثالثة تأتي أن تشعل النار في تشاد مرة ثانية على ذلك أن يكون واضحا لأول وآخر مرة للجميع لا يجوز لإنشاء أو بناء أي مسجد هنا في بلادنا دون الإذن أو التصريح ولو كان واحد متر ولا أي مدرسة ولا خلوة تنشأ أو تؤسس بدون الإذن أو التصريح منكم من المجلس الأعلى للشؤون نحن نعرف تماما هؤلاء الذين يأتون بأموال وبميزانيات ضخمة وهائلة من الخارج لقد تعبان عن كسب التطورات التطور التعصب الديني في نيجيريا وأنتم قد عرفتم هذا الأمر أيضا هنا في تشاد في مسألة كونو تشاد لن ولم ولن تسمح لأي شخص ما من أي مكان أتى أن يأتي من أجل خلق الفتن والزعزع بصورة عن طريق الدين في بلادنا تشاد ولا ولم ولن يجب على أي واحد من كل النظم والمؤسسات الحكومية ابتداء من الحكومة والحكام الولايات والمحافظين والولاة المحليين لا يجب عليهم أن يمنعوكم من عملكم ومن سير عملكم وليس لهم الصلاحية أن يوجهوا لكم أوامر كل أوامركم ستأتي من عندي أنا تأكدوا تمام أنني أعتمد إليكم أعتمد فيكم وأؤكد لكم هذا أنني أعتمد عليكم وإليكم ومع إخوانكم من أجل المسؤولين الديانات الأخرى لكي تغطوا هذا الأمر من أجل تهدئة البلاد من أجل السلام والاستقرار والأمن في البلاد إنني معكم ليلا ونهارا إنني أعترف وأعرفكم تماما أنكم مؤسسة مهمة جدا ولها دور هام تلعبه في هذه البلاد Je vous reconnais comme une institution qui a un rôle important à jouer.